السلام عليكم. أقسم بالله العلي العظيم، مر علي صور أشلاء ومصابين نقلناهم في الإسعاف، لكن اللي صار اليوم في المستشفى الأهلي باستهداف مستشفى المدني، أقسم بالله ما مر علينا قبل هيك زيه. ساحة المستشفى كان فيها أكثر من 1500 بني آدم، من الناس اللي قالهم أفخاي الكلب ابن الكلب، قالهم اليوم طلع فيديو على التيك توك قالهم اخلوا حي الزيتون، الناس خافت، في بعض منهم خاف وأخلى حي الزيتون راح وجلس في المستشفى. أقسم بالله، أقسم بالله هاي الضرب شغال. أكثر من 1500 بني آدم كان في ساحة المستشفى، الصاروخ نزل بينهم، وجدنا مئات الجثث على الأرض، في ناس من كتر ما الضربة كانت قوية ملزقين في حيط المستشفى، طايرين في سقف يعني المستشفى طويل، المبنى تاع المستشفى طويل، كانوا طايرين، جثث مرمية في كل مكان، جثث طايرة في برا المستشفى، أشلاء مقطعة، أطفال مقطعة، إيش ما بدك من إيش بتتخيل أنت من مجازر أهول منها. المشهد كان صعب كتير كتير كتير، وأنا بقولكم حصيلة الإصابات مع الشهداء هناك لا تقل عن 1000 شخص، من كتر ما كانت المستشفى تعج بالناس بالنازحين بالمدنيين، وكل اللي تم استهدافهم مدنيين بالكامل، ما في أي عساكر وما في أي مقاومين ولا إشي، كلهم مدنيين من اللي نزحوا من حي الزيتون من حي الشجاعية، بعد مقام الاحتلال بالاتصال عليهم اليوم وقال لهم اخلوا حي الزيتون واخلوا حي الشجاعية وإلى آخره، الناس خافت طلعت وراحت على المستشفى، نزل عليها الصاروخ. هذا الاحتلال ارتكب مجزرة بحق المدنيين الآمنين في المستشفى الأهلي.